بقولك عادل، قول لي ايه حكاية الحشود الإسرائيلية اللي على الجبهة السورية دي؟ دي معلومات من بعض المصادر بس احنا لسه بنأكدها. أهلا يا محمود، أخبارك ايه؟ هدوء تام. بس أكيد الهدوء ده مش هيستمر. أهلا يا صلاح، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قبل ما تاخد نفسك عايزين نسمع الأخبار. أنا كان لي الشرف إني أنوب عن جهاز المخابرات العامة المصرية في زيارة الاستطلاع التي تمت للجبهة السورية، واللي رأسها السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأقدر أؤكد لسيادتك إن مفيش أي حشود على الجبهة السورية، ومفيش أي تغيير في أوضاع القوات الإسرائيلية على جبهة الجولان. المعلومات اللي عندي بتقول إن قواتنا لسه بتتحرك. ده معناه إنه مخطط جر مصر للحرب لسه شغال. مش عايزين نقفز إلى استنتاجات يا إبراهيم يا عمران. أنا في بيننا وبين سوريا اتفاقية دفاع مشترك، واحنا بننفذها. ده في حالة وجود تهديد فعلي يا فندم. ده مجرد إجراء وقائي. الإجراء الوقائي ده مؤكد هيكون له تداعيات واحنا مش جاهزين. أرجوك يا إبراهيم، مش عايزين نصدر أي أحكام. يا فندم أنا ما بصدرش أحكام، دي حقيقة. هيئة العمليات قدمت تقرير بتوصي فيه بعدم التورط في أي حرب طول ما جيشنا في اليمن. اقعد يا إبراهيم، أنت دايما حامي كده. عموما احنا بنتابع الموقف من مختلف المصادر. اتفضل. رائد سيد توفيق من استطلاع الجيش الميداني بسيناء. انا جاي يا فندم بتفويض من قائد الجيش الفريق صلاح محسن عشان اعرف ايه مهمة الجيش بالظبط. يعني ايه تعرف المهم؟ المهم عندكم. المهم يا فندم اتغيرت اكتر من مرة بناء على التعليمات اللي بتصدر للجيش من هيئة العمليات. التعليمات دي تعديلات للمهمة مش تغيير فيها. ايوه بس التعديلات دي يا فندم بتستلزم اعادة تجميع وتحريك للقوات، وده اللي خلى يا فندم قوات نفسينا رايحة جاية بشكل غير منطقي. ده كلام صلاح محسن؟ بالظبط يا فندم، وانا هنا جاي بتفويض من قائد الجيش الفريق صلاح محسن عشان اعرف تعليمات القيادة العليا بالنسبة لاستخدام الجيش الميداني في سيناء. وجود مدفعية خلف المستعمرات الامامية ملوش غير معنى واحد، هجوم محتمل خلال يومين على اقصى التقدير. والله وجه اليوم اللي هنحرر فيه ارضنا. ما تسبقش الاحداث يا ابو زيدان. ابو هشام ابو هشام، طول عمرنا بنسابق الاحداث عشان نلحقها ما في فايده. سيبنا مره نسابقها يمكن المره دي نسبقها. حرب مساله، حرب مساله، ما تجيش فجاه كده. انت فاكرها عركه ولا ايه؟ بعدين ما تنساش ان احنا جيشنا لسه في اليمن. وماله وماله، مصر طول عمرها ام الرجال. مساله مش مساله عدد، في سلاح، في معدات، في تدريب، في معلومات عن العدو، في تنسيق مع جبهات عربية تانية، في حاجات كتير قوي. ده غير ان في عنصر مفاجأة لازم يتحقق. كده فعلا هتقلق. انت دايما متشائم كده يا ابراهيم. ارجوك يا فندم تصدقني، الحرب فعلا على الابواب. يا ابراهيم المسألة ممكن تتحل بالطرق السياسية، يعني ممكن تتحل بدون اي حرب. مش هيحصل. اسرائيل لا يمكن تفوت الفرصه دي من ايديها، وكل الاتصالات السياسيه اللي بيعملوها الغرض منها خداعنا، ينيمونا لحد ما يضربونا. يا فندم اسرائيل خلاص اعلنت عن تشكيل حكومه ائتلافيه برئاسه ليبي اشكون. الحكومه دي حكومه حرب. نصل الآن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا، هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ وأقول لكم بصدق
وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. الو، ايوه ماما، ايوه اتطلعت، في نكسه يا ماما، في نكسه. لا مش راجعه، مش راجعه، انا عاقله جدا. يزعل يتفلق، انا مصممه على الطلاق، ما تقلقيش عليا، انا لا يهمني علي شعراوي ولا نفوذه ولا فلوسه. يا ماما ما تخافيش عليا، ما تخافيش بقى. ماشي، ما حاربناش، محدش ادانا الفرصه علشان نحارب، ما حاربناش. يا باشا مش كده، يا باشا مش كده، ده انت اللي جمايلك مغرقانا. وامرني يا باشا، هتلاقي علي شعراوي وكل ما يملك تحت امر حضرتك. اوكي خلص انت الموضوع و25% ليك، انا موافق. اوكي كل اوامرك يا باشا، تحت امرك، الف سلامه. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها.
رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال. سبق وتجاهلتم كل اللي اتفقنا عليه، منعتم إمدادنا بأي أسلحة هجومية للرجل، ودلوقتي المنع بيمتد لضروريات أساسية للجيش. سبق وحددناها لكم في الوقت اللي فيه أمريكا بتدي إسرائيل كل اللي بتطلبه ومن غير حساب، وجددت لها سلاح الطيران بالكامل، ده غير الأسلحة المتطورة. وانتم عارفين كويس إن قضيتنا الرئيسية هي تحرير أرضنا، وده اللي بيحكم حياتنا وعلاقاتنا. لذلك أنا قررت إنهاء مهمة المستشارين السوفييت في مصر. معركة حتمية، لأننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا من شروط مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة. هندفعها بإذن الله وهنحارب معركة، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولى جلسات التخطيط للمعركة. الحقيقة أنا كنت عايز قبل ما نبدأ أتعرض للمشكلات اللي هتقابلكم واللي يجب أن نجد لها حلول بإذن الله. نسمع العمليات. المشكلة الأولى إننا هندخل الحرب والعدو له التفوق العسكري، والمفروض إن المهاجم هو اللي يكون له التفوق العسكري مش العكس. المشكلة الثانية تحصينات خط مارليف القوية. المشكلة الثالثة قناة السويس اللي هتعبرها قواتنا بمشيئة الله وعونه، واللي بتعتبر بكل المقاييس من أقوى وأصعب الموانع المائية في العالم، وبالطبع بتزداد قوتها وصعوبتها بوجود خط مارليف على ضفتها الشرقية، وكذا وجود الساتر الترابي الضخم على حافة القناة. وده بيتطلب مننا إنشاء كباري وتشغيل معديات تحت نيران العدو، وفي نفس الوقت مطلوب مننا قبل كده عمل فتحات في الساتر الترابي، وكل فتحة حسب ما جاء في تقارير المهندسين العسكريين تحتاج لإزالة حوالي 1500 متر مكعب رمل. يا فندم لازم تضعوا في اعتباركم ان الكباري لابد ان تنشأ في خلال فترة زمنية محددة ما بين 6 الى 8 ساعات على اكثر تقدير، علشان الدبابات والاسلحة الثقيلة تعبر. احنا هنقدر نفتح الساتر الترابي في قد ايه؟ انا مش عايز اجابة دلوقت، احنا ندرس الاول ونحدد التوقيت بمنتهى الدقة. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. بس انا عايز اسمع تقرير المخابرات الحربية. احنا يا فندم هندخل المعركة ضد عدو يمتلك جهاز مخابرات اشتهر بكفاءته، ده علاوة على تعاونه الوثيق مع اجهزة مخابرات الغرب. هذه الاجهزة لو اكتشفت نوايانا الهجومية، اسرائيل مش هتتوانى لحظة عن توجيه ضربة جوية لقوتنا المحتشدة للهجوم. ده أكيد، دي العقيدة العسكرية المعروفة عنهم. إيه مدى قوة الضربة الجوية دي؟ إسرائيل بما تملك من طائرات تستطيع أن توجه ضربة جوية لقوتنا بما يعادل قنبلة ذرية 20 كيلو طن، يعني زي قنبلة هيروشيما، يعني كارثة لا قدر الله. كل ده هيكون نصب أعيننا أثناء التخطيط.
الضربة الجوية يا سادة مش عايز اللي حصل يتكرر. مش هيتكرر بإذن الله يا فندم. اهتموا في تخطيطكم بالسرية المطلقة والخداع. كل الإمكانيات ادوها للاستطلاع التعبوي. عايزين نكتشف نوايا الضربة الجوية دي قبل ما تبدأ. البلد أمانة في رقبتنا. البلد دي تحملت أعباء فادحة ما تحملهاش غير شعب مؤمن بيضحي في سبيل حريته بكل شيء. أي أسئلة؟ على بركة الله. نقرأ الفتحة. ده يا فندم الفيلم اللي بعته لنا شريف من الاتحاد السوفيتي ومعاه التقرير ده. شريف هيوصل امتى؟ الليله دي بقى. تسمح لي يا فندم؟ اتفضل. بيقول يهود الاتحاد السوفيتي اللي بيعتقدوا ان اللي بيعيش في ارض المعاد اللي هي اسرائيل بتغفر خطاياه، واللي بيعيش خارجها انسان لا اله، واللي بيمشي اربع خطوات على ارض اسرائيل بيتطهر من الذنوب. عشان كده بيتجمعوا قدام مكاتب الهجره للسماح ليهم بالسفر لاسرائيل. ده الشخص اللي بيتابعه شريف في الاتحاد السوفيتي، اسمه فلاديمير الياهو بن اليسار، روسي الجنسيه من اصل يهودي. ابوه اليسار بن حوفي من مواليد القدس، هاجر سنه 48 الى الاتحاد السوفيتي حيث ماتت زوجته فتزوج بالروسيه وانجب منها فلاديمير 28 سنه، وهو متزوج من مارتا كراكو 25 سنه يهوديه من اصل بولندي. فلاديمير بيعمل في سنترال مدينة سمورينس متمسك بالطقوس اليهودية، منضم لجماعة دينية تسمى جماعة حبد، وأعضاها من الحاسدين أي المتشددين في الدين والذين يعارضون قيام دولة إسرائيل لأنها قامت بالسياسة والحرب وليست كما نصت التوراة بمجيء المسيح المخلص. صلاح، فلاديمير ده هيوصل إسرائيل ويشتغل لحسابنا. اسمحنا يا فندم، مش معنى ان فلاديمير بيعارض قيام دولة اسرائيل انه بيرفضها، بالعكس ده بيعتبر ان اسرائيل جزء من تدينه، لان اليهودية دين قومي، يعني دين مرتبط بارض وارض اسرائيل بالتحديد. عشان كده يا فندم انا شايف انه من مستحيل تجنيد فلاديمير. انت فهمتني غلط يا صلاح. قبل ما اقولك انت فهمتني غلط ليه، عايز انبهك لحاجة مهمة قوي. اتفضل. الانذار عن الضربة الجوية اصبح من النهاردة من اولويات مهام جهاز المخابرات. البلد معتمدة علينا يا صلاح في وقاية جيشها من ضربة الاجهاض الجوية اللي بتعتبر من اولويات جهاز المخابرات الاسرائيلية. اسرائيل لو حست للحظة انها مهددة مش هتسكت. ضربة جوية وبمنتهى العنف. انت عارف طبعا يعني ايه ضربة جوية. ايوه فندم، بس ما تستعجلش على رزقك. انت عايز تقول ان فلاديمير بحكم تدينه بيعتبر اسرائيل جزء من الدين، علشان كده مستحيل تجنيده، مش ده برضو اللي انت عايز تقوله؟ بالظبط يا فندم. انت بقى فهمتني غلط. احنا مش عايزين نجند فلاديمير. اللي هيوصل اسرائيل ويشتغل لحسابنا مش فلاديمير الحقيقي، واحد تاني شبهه تمام. الحمد لله على سلامة يا شريف. طبعا صلاح بلغك بالمهمة. ممكن اعرف مين البديل يا فندم؟ طبعا، مراد فهمي عاش فترة طويلة في الارض المحتلة، اتكلم بمهام عديدة في الاتحاد السوفيتي لمتابعة نشاط الموساد هناك، عشان كده هو اصلح واحد للمهمة دي. رجع من بيروت؟ بعتنا نستدعيه. اتفضل. ومرتا يا فندم؟ انسوها دلوقتي، ممكن تختفي اثناء الاحلال. بس دي ممكن تبقى نقطه ضعف في تغطيه فلاديمير. عموما احنا مش هنحسم الموضوع ده دلوقتي، لاننا محتاجين واحده على اعلى مستوى من التدريب. طب المطلوب دلوقتي يا فندم؟ بمجرد وصول مراد فهمي يبدا تدريبه. انت يا شريف مسؤول عن التدريب ده. صلاح، انت مسؤول عن كل اجراءات تامين العمليه دي. فلاديمير ومارتا تتم مراقبتهم 24 ساعة في موسكو بواسطة راجل من رجالتك يا شريف. تفاصيل العملية في الملف ده اقراه كويس. العملية مش سهلة،
احنا بنخطط لها بقالنا مدة طويلة قوي. اي هفوة هيبقى لها نتائج سيئة. مفهوم يا فندم. الو. ايه يا شريف، معقوله كده في واحد بيجي مستفهم ما يشوفش اهلي؟ معلش يا حبيبتي، نص ساعه بالكتير ان شاء الله وهكون عندكم في البيت. نص ساعه من بتاعتك دي انا عارفاها. اتعشيت؟ طبعا لسه. طيب انا هقوم احضر لك العشاء. على فكره هشام قال لي اول ما بابا يجي تصحيني على طول. تعرفي انه وحشني جدا. لا طبعا مش هو بس، وانت كمان يا حبيبتي. ما هو باين قوي، والدليل على كده انك لسه في المكتب لحد دلوقتي. على فكره صلاح كامل لسه مكلمك حالا. صلاح كامل دلوقتي؟ قال انه هيكلمك في المكتب. عموما انا هقوم احضر لك العشاء، ما تتاخرش. طيب يا حبيبتي، مع السلامه. يا صلاح قلقتني. في ايه؟ في اخبار مش كويسه. دي انا حبيبتي بتاعي دلوقتي. مراد فهمي تعيش انت. الرئيس لسه مبلغني دلوقتي. حادثه بيروت. اسمع انت قاعد، انا جاي لك حالا. انا قريت الملف كويس يا صلاح. مراد فهمي كان هو فعلا البديل المناسب. اختياره تم بعناية شديدة. أي حد غيره كان ممكن أوي عكاها. مراد عاش في إسرائيل واختلط بيهم، وكمان عاش في الاتحاد السوفيتي وعرف عاداتهم وتقاليدهم، وبعدين بيتكلم عبري روسي 10/10. ده غير بقى الشبه الكبير اللي كان بينه وبين فلاديمير. يعني ما كانش محتاج مجهود كبير أبدا في تجهيزه. الرئيس طالب منك ترشيحات على مكتبه بكره الصبح. صبح؟ صبحين واحنا بسهوله كده هنلاقي المواصفات اللي احنا عايزينها. اهدى بس يا ابو هشام، اهدى وصلي على النبي. انا عارف انك تعبان ومجهد، ومن ساعه ما جيت من السفر لا اكلت ولا استريحت. انا هجيب لك 2 سندوتش مواد ناسفه ومعاهم واحد شاي وبعدين نقعد نتكلم. لا لا صلاح، نتكلم دلوقتي. الرئيس عايزك تفتح الكمبيوتر على الفايلات بتاعه المجموعات الخاصه. الباسورد مش معايا. يدهولي كرموز. يلا بقى استعد عقبال ما اجيب لك الطعميه المعتبره. ماما ماما، هو بابا لسه ما جاش؟ معلش يا حبيبي، اول ما ترجع من المدرسه هتلاقيه. يلا بقى عشان تتشطف وتروح المدرسه. بس زي ما اتفقنا مش عايزه اجري في الحوش، عايزك تطلع السلالم واحده واحده. خلاص يا هشام، انت عارف يا حبيبي دي تعليمات الدكتور. بس انا بابا ما بحبش الدكتور، وكمان انا عايز اجري والعب واتنطط كمان. معلش يا حبيبي، بكره لما تخف تجري وتلعب زي ما انت عايز. طب هو انا هخف امتى؟ قريب يا حبيبي، قريب قوي. ايه ده؟ انت بتعيط يا ماما؟ لا يا حبيبي، بس عايزاك توعدي تنفذ كلام الدكتور بالحرف. خلاص اوعدك. كلام رجاله؟ كلام رجاله. طب كفك بقى. معقوله يا شريف مفيش ولا واحد ينفع؟ مساله ينفع دي ممكن يا فندم، لكن بنسبه كام في الميه هو ده الفيصل؟
عملية زي ما سيادتك قلت ما تحتملش أي خطأ. محتاجة ناس على أعلى مستوى من التدريب، عندهم قدرة على ضبط النفس، إدراك، حسن التصرف، وبعدين لغة عبري. و سكت ليه؟ تسمح لسعادتك استعمل التليفون؟ تفضل. ايوه يا فندم، هرد على سعادتك حالا يا فندم. ايوه طبعا حفظت الاسم، مصطفى الحسيني احمد علي. تمام يا فندم. اللي حصل ده زي ما يكون كابوس مش قادر اصدقه. نفسي اعرف مين المسؤول. كل واحد فينا مسؤول، كل واحد فينا له دور ولو صغير في اللي حصل. عشان كده لازم كلنا نلبس لبس اسود، نلبس لبس الحداد، لاننا سيبنا الاخطاء حوالينا وغمينا عينينا عنها، او على الاقل بصينا لها على انها مش مسؤوليتنا. بصير الحمد لله الحمد لله. ما تقلقش ما تقلقش، رائد شريف زهير. مندي مندي مصطفى الحسيني. اخبارك ايه دلوقتي يا مصطفى؟ الحمد لله. طب ومعانا على مين؟ الحمد لله ومعانا على مين؟ اللاسلك ده منين يا مصطفى؟ من دورية اسرائيليه يا فندم، وقفوا يصوروا مع شويه مجندات وسابوا الجهاز. تحب اترجم لسيادتك بيقولوا علينا ايه ولا مفيش داعي؟ انت بتعرف عبري؟ للاسف اه يا فندم. الشايب اهوات تسلم. وعندك نار للمعلم ريس. ايوه جاي. تشرب يا مصطفى. معرفش اشرب حاجه. قهوه يا درش، تزعل مفيش منه فايده. هات له شاي. وعندك شاي. وعندك شاي وشيشة. وانا رز بالكلاوي غير متفرجش. ربنا على لحم بطني سمعت ربنا. هاتوا سحلة. وعندك سحلة. كتر السوداني ولا اقول لك هات السوداني لوحده. وانا شاي. وعندك كمان شاي. مالك يا مصطفى؟ تعالى يا سيدي عشان طلعوه معاك مبكر. قصدي الدين. بس سلم سبحان الله في طبعك يا اسم مصطفى. طب ده انت انكتب لك عمر جديد، وانت بقالك زمن في الجيش، عايز تقعد قد ايه؟ عايز تبقى لواء؟ وانتوا بالنسبة لخفة الدم اللي حالت عليكم فجأة دي ايه موضوعها يعني؟ انا ماشي والله. لا تقعد بس يا اخوان تقعد. معلش مصطفى، انت عارف العالم دي تحب تهرب. اقعد عشان خاطري. عشان خاطري بقى الشاي يا استاذ. امسك اشرب اشرب يا جدع وانسى الدنيا. مفيش فايدة. صباح الخير. صباح النور. مصطفى موجود؟ لا حقيقة هو مش موجود. يا ترى قادر الاقيه فين؟ طب اتفضل حضرتك، هو موجود. شكرا. ماما ماما واحد عاوز ابي مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم.
شريف يا فندم، معرفة قديمة بالصبر. أهلا وسهلا. لو أخذ يا ابني تأخرت عليك، أصل حركتي دلوقتي بقت صعبة شوية. ربنا يديك الصحة. الله يخليك، تفضل. سامح ابني الكبير، استشهد في اليمن سنة 66. تشرب ايه حضرتك؟ قهوة لو سمحتي. عيش. حاضر. قهوة حضرتك ايه؟ مظبوط. حاضر. بعد ما تشرب قهوتك عيش هتوصلك لحد مصطفى. شكرا. واخباره ايه دلوقتي؟ الحمد لله. مصطفى يا ابني بقى عين الواحدة اللي بشوف بيها دلوقت، ما فاضل ليش غيره في الدنيا. ربنا يخليه لك. السنين بتجري بسرعة قوي. 6 سنين من ايام ما كنا مع بعض في غزة. صحيح 6 سنين. 6 سنين من يوم ما قلت لك ان دي مش نهاية المطاف يا مصطفى، وان لسه لينا جولات كتير تانية معاهم. يا فين الجولات دي اشوف بيها؟ كنت بتصبرني ولا بتعزيني ولا ايه؟ ولا ما كنتش عارف ان احنا اكتفينا بان احنا ناكل ونشرب ونترقى لا نفسي اعرفوا اللي ماتوا دول ذنبهم ايه؟ ليه دمهم يروح حضر؟ زي الحراميه وقطاع الطرق. دمهم مش هيروح حضر، وديتهم هتبقى غاليه، وغاليه قوي كمان. ما كفايه الكلام ده بقى يا شريف بيه، كفايه بقى، انا في عرضك مش عايز اسمعه، انا شبعت منه خلاص. هي دي الحقيقه يا مصطفى. حقيقه ايه يا شريف بيه؟ الحقيقه في سنه الحسم، ولا الحقيقة في سنة الضباب، ولا الحقيقة في الكلام الكتير اللي الواحد بيسمعه في كل حتة وبقى عامل زي المحفوظات السخيفة؟ الحقيقة الوحيدة اللي انا عارفها الشريف بيه، اننا قاعدين حاطين ايدينا على خدودنا مستنيين حد يجي يحل لنا قضيتنا. محدش هيحل قضيتنا غيرنا بنفسنا ايدينا يا مصطفى. امتى يا شريف بيه؟ امتى؟ عمالين نصبر نصبر نصبر. اصبروا حاضر، اصبروا حاضر، بقينا شاربين المر في كل دقيقة. أنا آسف أنا آسف إن فعلت يا شريف. أنا آسف. ما اتغيرتش. طول عمرك هتفضل كده. ده كان زمان يا شريف بيه. مصطفى الحسيني خلاص، مصطفى الحسيني لازم يغير جلده، لازم يبقى بني ادم تاني عشان يقدر يعيش. ما اعتقدش انك ممكن تعمل حاجه زي دي. خير يا شريف بيه؟ ايه الموضوع؟ مهمه ما يعملهاش غير مصطفى الحسيني.